ما في اللي هذا اللي باقي، فثلاث حبات لكل واحد. فين راحت الشوكولاتة؟ يوسف أنا أوريك يا يوسف. إيش أسوي فيه؟ I am a dinosaur. I am a dinosaur. I was in the yamatoki. Ah, where's my dinosaur? Dinosaur gone. أعتقد أني فهمتك يا بيماكس، بتحاول تقول لي أن الانتقام أبداً مو جواب. يوسف إذا تبغى بسكوت ثاني اسأل وأنا حأعطيك، بس مو كويس أنك تأخذ بدون ما تسأل. For vitamins, I'm sorry. Grip hug. حيطير. أنس ما طلع صحنك، روح طلع صحنك الحين. قاعد اتفرج. ايش معنى ايمان ويوسف؟ هما طلعوا صحونهم. إيمان إيش صار؟ ما نبغى شيء يفوتنا. أنس روح كمل واجبك اللي ما خلصته. بس بابا قاعد اتفرج على سبايدر مان. لازم تخلص واجبك. إيش صار؟ ما نبغى شيء يفوتنا. أنس روح رتب غرفتك. إيش معنى إيمان ويوسف؟ إيمان يوسف غرفته مرتبة، باقي غرفتك. إيش صار؟ سبايدر مان خلص ها؟ يلا وقت النوم. الحلقة كانت رهيبة. خليني أقول لك إيش صار. إيه قولي لي أنا بعرف. فاتتني أكثر الحلقة. أنس ما طلع صحنك، روح طلع صحنك الحين. أنس روح كمل واجبك اللي ما خلصته. أنت حشرة؟ لا أنا حيوان عنكبوتي. حيوان عنكبوتي؟ طيب أي قارة ما فيها ولا عنكبوت؟ القارة القطبية الجنوبية. أنس روح رتب غرفتك. تذكر يا أنس، مع القوة العظيمة تأتي المسؤولية العظيمة. أبغاكم تواجهوا مخاوفكم، عشان كذا أبغى كل واحد فيكم يقول لي إيش أكثر شيء يخاف منه. مثلاً أنا أخاف من الكلاب الشريرة. أنا أخاف من الظلام. I'm scared of cats. وأنا أخاف من العناكب. أعتقد إنه عندي أشياء راح تساعدكم على مواجهة مخاوفكم. إيمان ما حتخافي من الظلام إذا تقدر تشيلي النور معاكي. أوه شكراً بابا. عفواً. ويوسف البساس ما تحب الموية، فجبت لك مسدس موية حتى تطلق عليه موية إذا جاء
اي مو علي على البساس. وانت يا ناس ما احتاج تخاف من العناكب وبلاك بانثر جنبك يحميك. ياي شكرا بابا. عفوا. وانت راح تحميني من الكلاب الشريره صح؟ انخذتني مرة ثانية يا بلاك بانثر. بابا بلاك بانثر تخلص من كل العناكب في البيت. طيب بما ان خطر العناكب راح خلينا نريح نتفرج على التلفزيون، عندي برنامج مثالي لكم. لا تفوتكم حلقات جديدة من بيك هيرو 6 وسبايدر مان وأفنجرز أسمبل بلاك بانثرز كويست فقط على قناة ديزني XD في OSN.